خرج المهاجم الأرجنتيني دي ماريا أمام المنتخب البلجيكي مصابا على مستوى عضلة الفخذ، وهو ما سيحرمه من إكمال مونديال البرازيل، إذ ستحرمه هذه الإصابة من المشاركة في أي من المباريات المقبلة للمنتخب الأرجنتيني خلال الأسبوعين القادمين، ليلتحق بالمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تلقى إصابة على مستوى الظهر. للتذكير، فإن دي ماريا أصيب بعد مرور 30 دقيقة من مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا، وتم تعويضه